50 50 وكلهم هاي وقعنا في شارع دريس الحاشي. سبع الاشغال الممتده على طول الشارع واللي بقى فقط يومين على شهر رمضان المبارك. وهاد الناس مازال ما حيدوش هاد الاشغال، مازال الاشغال ممتده. ملي كتشوف دابا ملي كتضرب واحد الدوره تيبان لك عندنا بحال هاد الشارع ما عمرو غادي يتقال، تيبان لك انه عمرو كتقول ما عمرو غادي يتقال. كتبقى تقول هذا شمن عام غادي يتصاوب، لان واحد الاشغال صراحه ما بيناش ان هاد الاشغال راها طور الانجاز او لا عطات شي نتيجه او الروينه. الازبال، الفوضى، الطريق مرونه، الناس ما كتلقاش فاش تركب. يعني حنا هنا كنسالوا المسؤولين ديال الدار البيضاء، هاد الاشغال امتى غتوقف، امتى غتسال؟ هنا دوا شارع دريس الحارسي اللي كله أشغال وكله روينة. المشكل ديال النقل عند المواطنين هنا بالضبط صعيب باش تلقى وسيله من وسائل النقل، ولهذا فان المواطن المغربي كيضطر انه يركب اي حاجه لقاها، كرويله، في كوتشي، في موتور، في تريبورتور، اللي لقاها كيركب حتى ما عندوش موتور.